صرح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في مدرسة التابعين طابقين الأول كان يؤوي النساء النازحات والأطفال، والأرضي هو عبارة عن مصلى للنازحين. وذكر بصل أن الجميع فجع بحجم المجزرة الكبيرة والمخيفة بفعل العدد الكبير من الشهداء، مؤكدا أن الجرحى من بينهم أطفال ونساء، تحولت أجزاء منهم لأشلاء وأجزاء أخرى عبارة عن جثامين لشهداء اشتعلت فيهم النيران. فوجئنا فجر هذا اليوم وأثناء تادية صلاة الفجر بقصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة التابعين الشرعية التي تأوي أكثر من 6000 نازح ذهبوا إليها بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أكثر من منطقة في قطاع غزة. هذه المدرسة التي تأوي الأطفال والنساء والكبار، لقد تلقى الدفاع المدني والخدمات الطبية وأجهزة تقديم الخدمة في قطاع غزة وفي مدينة غزة بالخصوص فجر اليوم عند الساعة 4:40 اتصالا بوجود قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة التابعين الشرعية، وعلى الفور تحركت الطواقم إلى المكان، لكننا فجعنا بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف بفعل العدد الكبير من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وجزء منهم عبارة عن أشلاء وجزء آخر كانت جثامين تشتعل فيها النيران.